مضت 99 سنة على توقيع معاهدة لوزان على أنقاض معاهدة سيفر عام 1920 بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والجانب العثماني، والتي بموجبها أبرمت الدول المنتصرة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا اتفاقية مع ممثلي الدولة العثمانية المهزومة، وأرغمت تركيا على التخلي عن سلطتها في الأراضي التي كانت تحتلها، وأعطيت الوعود للقوميات بحق تقرير المصير وحصول كردستان على الاستقلال. أزمات سياسية لا تتوقف، صراعات أهلية طائفية وعرقية، ظلم وقهر، شعوب يمارس عليها كل أنواع الدكتاتورية السياسية والاجتماعية والثقافية منذ قرابة 100 عام، وبالتحديد منذ اتفاقية لوزان. وتعد الذكرى 99 لهذه المعاهدة هذا العام محورية، كونها تسبق بقليل معركة رئاسة الجمهورية التركية المرتقبة بعد أقل من سنة، فيما تشكل مناسبة لتحفيز الكثير من المعنيين على إعادة تقييم سياساتهم في ظل مساعي رئيس النظام التركي باستعادة حدود الميثاق الملي الذي تخلى عنه أتاتورك. أما الشعوب الأخرى وعلى رأسهم الكرد، وهم من بين أكثر المتضررين من المعاهدة كونها جاءت لتنسف اتفاقية سيفر التي منحتهم حكما ذاتيا في بعض مناطق جنوب شرق الأناضول، فما زالوا ينتظرون رفع الظلم عنهم بعد نحو 100 عام والخلاص من لوزان مرة واحدة وإلى الأبد. بكل تأكيد مضت 99 سنة على توقيع معاهدة لوزان على أنقاض معاهدة سيفر عام 1920 بين الحلفاء في الحرب العالمية الأولى والجانب العثماني، والتي بموجبها أبرمت الدول المنتصرة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا اتفاقية مع ممثلي الدولة العثمانية المهزومة، وأرغمت تركيا على التخلي عن سلطتها في الأراضي التي كانت تحتلها، وأعطيت الوعود للقوميات بحق تقرير المصير وحصول كردستان على الاستقلال وفقا للباب الثالث للمادتين 62 و63، والسماح لولاية الموصل بالانضمام إلى كردستان استنادا إلى نص البند 62 الذي يقول: إذا حدث خلاف خلال سنة من التصديق على الاتفاقية، يتقدم الكرد القاطنون في المنطقة التي حددتها المادة 62 إلى عصبة الأمم قائلين إن غالبية سكان هذه المنطقة ينشدون الاستقلال عن تركيا. وفي حال اعتراف عصبة الأمم بأن هؤلاء السكان أكفاء للعيش في حياة مستقلة، توصي بمنح هذا الاستقلال، وعلى تركيا أن تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المنطقة، وستكون الإجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وتركيا. إلا أنه سرعان ما تم تخلي الحلفاء عن هذا البند لصالح القوميين الأتراك بموجب اتفاقية لوزان عام 1923، والتي بموجبها رسمت حدود تركيا الحالية ومكنتها من ارتكاب المجازر بحق الأرمني والكرد. لو قدر لمعاهدة سيفر التي وقعت عقب الحرب العالمية الأولى يوم 10 أغسطس 1920 بمدينة سيفر الفرنسية الاستمرار، لكانت مدن طرابزون وديار بكر وأردروم وأزمير وأدرنا وتيكرداغ وغازي عنتاب كلها خارج سلطات النظام التركي في وطن مستقل اسمه كردستان. خلال اقترابنا من الذكرى 100 لمعاهدة لوزان التي نظمت عملية تفكيك الإمبراطورية العثمانية، تتحلل اليوم تركيبة منطقة الشرق الأوسط وتعود مرة أخرى إلى أوضاع تشبه ما كانت عليه المنطقة قبل لوزان، إذ شهدت المنطقة عودة تركيا مجددا إلى سياسة التدخلات تحت دافع الميثاق الملي، والتي تحاول تحقيق ذلك من خلال دفعها بقوات عسكرية في الميدان عبر عمليات عسكرية كما جرى في ليبيا مؤخرا، وقبل ذلك في سوريا من خلال عمليات احتلت بموجبها الأراضي السورية والعراقية، التي وصفها قادة ووزراء النظام التركي في أكثر من مناسبة بأنها أراضي تركية. وتعكس كل هذه التدخلات حالة تلك الصراعات والحروب الإقليمية والانتفاضات والثورات التي جلبت مختلف التدخلات التي شهدتها وتشهدها المنطقة الهشة، والتوتر البنائي الذي يعاني منه الشرق الأوسط، وتعبر عن فراغ مزمن في القوة وغياب لهوية سياسية قوية ومتينة تحمي بنيته من التشظي. فما هي خلفيات تلك المعاهدة التي تقع في جذر معظم مشكلات الشرق الأوسط المعاصر؟ وهل سيكون الحل
في نهايتها. تحية عطرة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، مني أنا وعد محمد أرحب بضيوفي حلقتي، معي من لندن دكتور حميد يحيى الشجني أكاديمي وباحث في الشؤون العربية والدولية، ومن القاهرة دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، ومن دهوك أستاذ محمد عامر درشوي أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية. ضيوفي الكرام أهلا ومرحبا بكم جميعا في حلقة الليلة. دكتور حميد، أبدأ سؤال حلقتي لليلة من لدن. 99 سنة على معاهدة لوزان، باقي أقل من سنة حتى تنتهي هذه المعاهدة. هناك مخاوف كثيرة لدى البعض وهناك أمال لدى الآخرون كما يقال أو آخرين. برأيكم حضرتك أين تضع نقاطك على حروف هذه المسألة؟ مرحبا سيدي الفاضل. أولا بالنسبة لاتفاقية لوزان، هي جاءت بعد أن تكونت الجمعية التركية بقيادة كمال أتاتورك، والحرب الضروسة التي قادها الأتراك ضد التحالف بمعنى المحتل للأراضي التركية من جميع الجهات، كانت هناك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وغيرها، وكسبت في أكثر من ميدان حتى فرضت تعديل الاتفاقية السابقة التي تمت في 1920 والتي كانت فرضت بعد الحرب العالمية الثانية على تركيا. اتفاقية لوزان ليس لها إدار زمني، لا يمكن أن يقال أنها بعد 100 سنة ستنتهي. من يقرأ اتفاقية لوزان ليس بها بند يقول بعد 100 عام ستعود الأمور إلى ما كانت عليه، أو أن هذه الاتفاقية لاغية أو ليست سارية المفعول. الاتفاقية حددت الدولة التركية التي اعترف بها فيما بعد هذه الاتفاقية عالميا، ووقعت عليها تركيا كما وقعت عليها دول الحلفاء في حين، وهي كل من الدول الموقعة كانت بريطانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وصربيا وبلغاريا واليونان، كلها مجتمعة في سلة واحدة وتركيا في سلة أخرى، وتم الاتفاق على هذه المعاهدة حددت المناطق البحرية، حددت المناطق البرية، كان هناك لجان تشكلت لعملية يعني تنفيذ بعض الاتفاقيات أو تقديم الخرائط لكي تصاغ الأرضية السليمة، تبادل الأسرى، عملية حقوق المواطنين وما إلى ذلك. فهذه الاتفاقية هي جاءت نتيجة نضال الشعب التركي بقيادة الترك، وكانت هذه يعني المجموعة الوطنية هي كانت قومية تنتمي إلى تركيا وتريد يعني وتنادي بالناشنات التركية يعني القومية التركية، وفرضت شروطها على أرض الواقع على الحلفاء. كانت هناك نقمة لهذه الجمعية على العرب بشكل عام بسبب الثورة العربية التي قامت ضد الحكم العثماني في حينه، والتي كانت مغذاة من الغرب بقيادة فرنسا وبريطانيا تحت ذريعة دعم هؤلاء لتكوين الوطن العربي الكبير تحت قيادة الشريف حسين، ثم اتضح أنها كانت مؤامرة لاستعمار هذه المنطقة وترقيعها ونهب ثروات. يعني مؤامرة دكتور حميد، يعني حضرتك أثرت العديد من النقاط، ولكن نحن بدقائق الحلقة الأولى لا أريد أن أقاطعك، ولكن هناك نقاط في غاية الأهمية بعد إذن الضيوف يعني حتى لا أطيل أكثر، أريد منك تعقيب عليها بدقيقة. مسألة، هل كان العرب على علم مسبق بأنهم كما وصفت حضرتك، يعني أنا هنا أتساءل لا أكثر، هل كانت هناك حالة تآمرية من قبل تلك القيادات العربية التي نادت بثورة كبرى ضد العثمانيين وضد الاحتلال التركي، أم
تم استخفالهم من قبل الدول الغربية، هذه نقطة واحدة. النقطة الأخرى مسألة ما يدعيه أردوغان، يقول بأنه ينتظر عام 2023 وانتهاء معاهدة لوزان حتى يتم التحرك بحرية كما يقول في شرق المتوسط، في بعض البلدان المجاورة. هناك تصريحات من قبل مسؤولي هذا النظام يتحدثون بأن العراق، موصل، كركوك، شمال سوريا، حلب، كل هذه المناطق هي تابعة لتركيا. إذن كيف نفهم هذا الأمر بدقيقة واحدة؟ اولا الدقيقه استهلكتها يا اخ وعد، يعني للاسف. تفضل. يلا مو محسوبه من عندي. من عمليه عندك. التعقيب هنا هو عمليه، يعني العرب، يعني في حين لم يكن هناك القيادات العربيه التي يركن اليها، كان شريف حسين اضحوك بيد الغرب، كانت يعني بدليل ان تم التوقيع على ترسيم الحدود السوريه العراقيه التركيه من قبل فرنسا، تم التوقيع على الحدود العراقيه التركيه من قبل بريطانيا، لم يكن للعرب يعني ناقه ولا جمل فيما يتم. في الاخير قال البريطانيون بصريح العباره، لو ليس لنا ان نعين هذا يعني الشريف حتى بابه مخزن حتى نعينه، يعني قائد الامم العربيه. الناحيه الثانيه كان هناك مؤامره بما تعني الكلمه، لانه تم استعمار فلسطين وضيع من الخريطة العربية، تم يعني القتل الملايين البشر في تونس وفي الجزائر وفي المغرب العربي وفي مصر وفي غيرها من الدول العربية بأيدي المستعمرين الجدد. يعني بمعنى أنها كانت عملية اقتسام الغنائم في ليبيا، الإيطاليين نصبوا المشانق واستخدموا الدبابات لأول مرة في التاريخ. بالنسبة للجزء الثاني من السؤال، أنا يعني لا أريد أن نعقب كثيرا يعني فيما يقوله، يعني إذا قال أردوغان، ألا أنا ما أسمع يعني أن أردوغان ادعى أن العراق يتبع لتركيا وأن نص سوريا تتبع لتركيا. طيب. لم أسمع هذا الكلام. طيب هلا منشوف بنص الحلقة. نعم دكتور حميد، حتى لا أطيل، يعني صرنا بالدقيقة 12 تقريبا. دكتور مختار غباشي، بداية أريد أن تلتمس لي عذرا لو أحسست لبرهة من الزمن أني أطلت قليلا عليك. مساء الخير دكتور مختار. مساء الخير عليك يا وعد وعلى مشاهديك يعني وعلى ضيوفك الكرام، أهلا وسهلا. حياك الله دكتور مختار. استمعت إلى مجمل ما تفضل به الدكتور حميد، طبعا القناة لا تتبنى هذه وجهات النظر وهي غير مسؤولة عن أي وجهة نظر يتم طرحها في الطاولة المستديرة. هل بالفعل تلك القادات العربية تآمرت بشكل أو بآخر على الدولة العثمانية ولم يكن هناك أي شيء اسمه ثورة عربية كبرى ضد العثمانيين؟ نبدأ بهذا السؤال ومن ثم تعقيب من حضرتك ونكمل الحلقة في هذا الإطار، تفضل. يعني هو سؤالك مهم جدا. نعم. يعني تآمر بعض القيادات العربية في ذلك التوقيت على الخلافة العثمانية وعدا من الإنجليز والفرنسيين بأنهم سوف ينالوا استقلالهم وسوف يعيشوا أحرار وغيره من مثل هذا الأمور، طبعا التاريخ يحكي هذا الأمر أو ويفصله. لكن خلينا أقول لك نقطة مهمة جدا في هذا السياق. العرب دائما يعني إلى حد كبير جدا أيديهم مرتعشة فيما هو مرتبط بتقرير مصيرهم، وبدرجة أو بأخرى واضح أن هو منذ قديم الأزل يرموا يعني مشاكلهم أو يسلموها طوعا أو كرها ليد قوى إقليمية وقوى دولية تتحكم فيها. معاهدة لوزان أو سيفر اللي كانت قبلها، إيه هي إشكالية هذه المعاهدة بس عشان نعرفها؟ نعم. معاهدة سيفر إحنا عارفين أنه وقعت بين الحلفاء المنتصرين وما بين تركيا. معاهدة لوزان جت بعد ما يسمى بحرب الاستقلال اللي قاتها مصطفى كمال دون أتاتورك، ثم بعد ذلك سمى نفسه أضاف أتاتورك، وكان من نتيجة هذه الإضافة شروط كلنا عرفناها: إنهاء الخلافة العثمانية، طرد الخليفة العثماني خارج الدولة ومصادرة أملاكه وغيره من مثل هذه الأمور. لكن أنا وعد مش عايز أخدك في هذه الزاوية، أنا عايز أخدك في الزاوية الخاصة بما تم تسريبه من هذه المعاهدة. وبما تم تسريبه من هذه المعاهدة واضح من خلال زيارة اللي قام بيها أردوغان في 2017 لليونان بعد 65 سنة ما فيش زيارة لأي رئيس تركي لليونان. من خلال هذه الزيارة اللي قام بيها أردوغان سنة 2017 وطرح فيها أمور محددة،
هذا الأمر، قال إن هناك تفاصيل غير مفهومة في هذه المعاهدة، قال هذا الكلام، وقال إن هناك بعض البنود أو بند من هذه المعاهدة أو شروط يوجب تحديث بنود هذه المعاهدة، وهو جاهز لده. الجزئية الثالثة، ودي جزئية مهمة جدا، وقال إنه مش ممكن يعني أن تقبل تركيا بتنفيذ معاهدة أن تكون بين مجموعة من الدول بصرف النظر عن مسمياتها وما بين تركيا. الجزئية الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أثرها، قال إن مسلمي تراقيا يعني هذه المعاهدة في الأصل حافظت على المسيحيين الأرثوذكس، واستثنت مسيحي اسطنبول، واستثنت بالمقابل مسلمي تراقيا، والأولين كان في حدود 170 أو 270 ألف واحد، والتانيين 120 ألف. في ظل تشابكات هذه المعاهدة اللي بنوتها من 143 بند، العالم العربي هنا دخل في حسابات معقدة. هذه الحسابات المعقدة دخل فيها العالم العربي بالتبعية. شفنا مثلا على سبيل المثال، أنا باخد لك من الورق يعني أو مسألة مهمة جدا، شفنا أنه بشكل أو بآخر حصل الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 لمصر والسودان بنطاق إخماد التمرد العرابي في ذلك التوقيت، وباحتلال إنجلترا لمصر والسودان إلى حد كبير جدا نزع هاتين الدولتين من الخلافة العثمانية، وإن وجد قانونا أو أصبح قانونا ضمن الخلافة العثمانية حتى توقيع هذه الاتفاقية. أيضا أمر تاني وهو أمر مهم جدا داخل في هذا الموضوع، إنه بعض المدن اللي كانت موجودة ضمن إطار دول على رأسها العراق، على رأسها سوريا، على رأسها ترسيم الحدود ما بين سوريا ولبنان وغيره، هناك بعض الأقاليم التي وجدت داخل هذه الدول، وبموجب الاحتلال الذي تم من قبل إنجلترا وفرنسا لبعض هذه الدول اختلط الأمر في هذه الأقاليم. الدولة العثمانية بشكل أو بآخر أو تركيا اللي هي وريثة الدولة العثمانية بترى أن معظم هذه الأقاليم هي ملكية خاصة لها. مثلا على سبيل المثال، بموجب هذه الاتفاقية تخلت عن قبرص، لكن حصل بعد كده الحرب القبرصية، قبرص اليونانية وقبرص التركية، والمملكة التركية بترى لها أحقية في قبرص بالمطلق يعني. نعم. مثلا على سبيل نعم. المثال هناك مثال بعض الجزر راحت لرومانيا. صحيح دكتور مختار، بعد أنا مش عايز أخدك في تفاسيرات وحاجات كثيرة جدا مهمة في هذه المعاهدة، لكن الكثير يتحدث بصرف النظر عن الفترة الزمنية الخاصة بها إن 2023 هو تاريخ حاسم، وزيارة أردوغان لليونان في 2017 وضحت أمور، ومتصور أن هذه الأمور لن تقف عند هذا الحد. نعم. وربما يكون هناك شكل من أشكال المناورات المستقبلية. طيب جميل، متن الحلقة سنتحدث بشكل تفصيلي ونضع كل شيء فوق الطاولة، ولكن أستاذ محمد عامر بداية تقبل اعتذاري أيضا لو أحسست أني أطلت عليك، ومساء الخير. مساء الخير أستاذ لك ولضيفيك الكريمين والمشاهدين. يا أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ محمد. مسألة آمال البعض كما قلنا، وعلى رأسهم الشعب الكردي، كيف يرى الكرد هذه الاتفاقية بداية أو هذه المعاهدة، وبعد مرور 100 سنة كيف كان انعكاس هذا الأمر على الشعب الكردي وعلى القضية الكردية؟ المنبر لك أستاذ محمد، تفضل. نعم، تحية طيبة. لا شك نحن متفقون بأن هناك اختلاف كبير بين الخريطة المخططة للشرق الأوسط في سايكس بيكو فسيفر فلوزان. حقيقة الأول كان من المقرر أن تقسم ما يتبقى لأبناء عثمان أو للعثمانيين أو العثمانيين، تكون منطقة صغيرة ومناطق أخرى تحت انتداب أو إشراف إنجليزي فرنسي إيطالي يوناني ودولي. لكن بتصوري التغييرات التي حصلت
على هذه الخريطة أو على الاتفاقات الأولية في كل من سايكس بيكو وسيفر يعود إلى تغيير التوازن في أوروبا وليس في المنطقة، ليس بقيام ثورة مثلا في تركيا أو في المناطق العربية وإلى آخره. عندنا في خلال هذه الفترة ظهور الاتحاد السوفيتي من رحم الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية المتمردة على الكنيسة الكاثوليكية. الأوروبيون هنا أقصد الإنجليز والفرنس توجسوا خيفة من هذا النهوض القادم من أراضي المنطقة الأرثوذكسية، وهنا برزت أيضا الحاجة إلى تركيا قوية تستطيع أن تقف أمام المد السوفيتي. هذا أولا. عفوا، ثانيا المناطق التي أشرت إليها سواء أرمينستان أو عدة دول كردية إلى منطقة ميرسين والمناطق التي كانت يجب أن تكون خاضعة للإيطاليين لليونانيين وإلى آخره، تشكيل دول صغيرة في هذه المنطقة بالنسبة إلى الأوروبيين الإنجليز أعني بالدرجة الأولى كان مجازفة أن تقع هذه الدويلات الصغيرة التي كان من المقرر لها أن تكون خط صد أمام العثمانيين بدعم إنجليزي فرنسي، أن تقع هذه الدول في قبضة الاتحاد السوفيتي القادم من أراضي المنطقة الأرثوذكسية. من هنا الإنجليز خاصة تخلوا عن فكرة قيام دول صغيرة مقابل ذلك دول كبيرة الحجم بالاعتماد على الأوروبيين الغربيين لمواجهة الاتحاد السوفيتي. فمثلا عندنا تركيا دولة كبيرة، سوريا دولة كبيرة، العراق دولة كبيرة، إيران إلى أفغانستان، هند، باكستان وإلى آخره. بمعنى يعني تطويق الاتحاد السوفيتي بدول قادرة أن 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 أن, أن قادرة للتصدي. هنا يعطينا حقيقة معنيين. الأول إنه التقسيم الحالي لهذه المنطقة هو ليس من أجل ولا رغبة ولا مصالح شعوب المنطقة، سواء الشعب الكردي أو الشعب العربي بل وحتى الشعوب الأخرى في الشرق الأوسط. ثانيا يعني لأقفز على الموضوع خاصة فيما يخص العراق وولاية الموصل، حقيقة يعني الإنجليز التفتوا إلى وجود النفط في العراق في كركوك في ولاية الموصل في ما نسميه نحن الكرد بجنوب كردستان أو الشمال العراق الحالي. فالإنجليز أولا خدعوا الفرنسيين لأنه بحسب سايكس بيكو هذه المنطقة كانت يجب أن تكون تحت إدارة فرنسية. أولا خدعوا الفرنسيين بإجراء بعض التغييرات، وهنا طبيعي لابد أن المشاهد ينتبه إلى الخلاف الجاري إلى اليوم بين الفرنسيين والإنجليز. ثانيا يعني أولا محاولة سرقة هذه المنطقة إن صح تعبيري. ثانيا هذه المنطقة بمعنى ولاية الموصل إلحاقها بمنطقة أخرى مشرفة على البحر من أجل أن يتمكن الإنجليز من إيصال هذا النفط المكتشف في ولاية الموصل في جنوب كردستان بالبحار. مرة أخرى الضحية هم شعوب المنطقة وبالذات الشعب الكردي. وحقيقة أنا قرأت للدكتور أحمد مظهر بأنه حتى في سيفر الإنجليز لأنهم كانوا على دراية بنواياهم وبموضوع النفط في ولاية الموصل وخوف الجميع هنا أقصد الأوروبيين الغربيين من القادم الجديد من أراضي المنطقة الأرثوذكسية كان موقفهم تجاه حقوق الشعب الكردي غير مستقرة غير واضحة. ثم أتى طبيعي اتفاقية سيفر لوزان، واللوزان بشكل خير من عبر عنها بأنها اتفاقية لتقسيم أراضي الكردية.
وأعتقد لوزان الأساتذة الدكاترة ممكن يساعدون على ما أتذكر 134 بند. خلال هذه 134 بند مادة أقصد الشعوب حقوق الشعب الكردي التي كانت مذكورة بطريقة ما في سيفر 32 63، كانت واضحة أستاذ محمد، كانت واضحة، هي واضحة مسألة حق تقرير واضح المصير وقيام دولة كردستان، يعني كانت واضحة نعم في واضحة نوعا ما. أنا حقيقة أتبنى لأني قرأت حول هذا الموضوع، أتبنى رؤية الدكتور كمال مظهر أحمد بأنه الرؤية الإنجليزية حتى في سيفر تجاه المنطقة الكردية حقوق شعب كردستان ما كانت واضحة. نعم قبل ذلك لأنهم كانوا يريدون مجموعة دول صغيرة تطوق الأراضي التركية وأراضي آل عثمان، صحيح ذهبوا وكلموا زعماء كرد يشجعونهم على طيب دولة كردية. نعم. عندنا هندنا مثلا في سليمانية في جزير، حتى إنه مع حاجه في غرب كردستان أو الكردستان السورية حاليا، ذهبوا وتحدثوا مع زعماء المنطقة بنية تشكيل دول، كما هو الحال مثلا في الخليج. حقيقة في البداية كانوا ينوطون هكذا دول لمواجهة الاتحاد السوفيتي، تركيا ومن ثم الاتحاد السوفيتي. طيب أستاذ محمد، نعم حتى لا أطيل، نعم من بين هذا ضاعت حقوق الشعب الكردي. طيب. وكما أشرت لك لوزان 134 مادة لم يذكر في مادة واحدة شيئا عن حقوق من الشعوب الكبيرة في المنطقة. طيب أستاذ ومن محمد. بعد ذلك يعني بناء على هذا الضوء الأخضر حقيقة تحركت الحكومة التركية ومن بعد أيضا الحكومات الدول التي شكلها الفرنس والإنجليز في كل من سوريا والعراق ولتقمع هذا الشعب. طيب أستاذ محمد، دكتور حميد، يعني مسألة هل بالفعل هناك صعوبة في مكان لتغيير هذه الاتفاقية؟ حضرتك قلت بأن ليس لديها عمر، ويعني المعلومات الدارجة دائما تتحدث بأن الاتفاقيات السياسية بين الدول تبقى 100 عام ومن ثم تتغير أو تسقط تباعا كما يقال. مسألة الآن، هل سنشهد بالفعل تقسيم جديد لهذه المنطقة؟ الأستاذ محمد عامر ديرشوي تحدث بطرح جديد بأن بريطانيا وفرنسا شكلت هذه الدول حتى تكون صد للامتداد أو التمدد السوفيتي. إذن ماذا عن باقي الكلام الذي يتحدث في مجمله عن نوايا هذه الدول بتقسيم المنطقة إلى دول ودويلات صغيرة؟ تفضل. أولا عزيز الفاضل، ليس خفي لأن الإنجليز منذ البداية كانوا دائما يتبعون السياسة ولا زالوا سياسة فرق تسد، فعملية شرخ العصا في الدولة العثمانية لأن الدولة العثمانية كانت على دراية بالنفط في العراق وكانت تريد أن تنشئ خط السكة الحديدية حتى تقطع الإنجليز يعني خط قناة السويس وما إلى ذلك، وأن يتم تصدير النفط إلى أوروبا عن طريق هذه الخطوط السكة الحديدية، وحدث صراع في هذه القضية. أنا أقول هنا أتفق مع التحليل الأكاديمي للسيد الفاضل الذي سبقني حول عملية أن الغرب دعم تشكيل تركيا الحديثة في وجه الاتحاد السوفيتي، وهذا يعني كان في صالح الدول تتصرف بمعيار المصلحة الاقتصادية على المدى الطويل، لا تتصرف بمعيار يعني إيه الزمن القصير والنظرات قصيرة المدى. البريطانيون والفرنسيون خططوا لمثل هذه الأمور منذ 100 عام ووصلوا إلى مفتقاهم. أنا قلت في البداية ولم يعارضني أحد من الضيوف لأن حقيقة أنشأوا الثورات ما يسمى بالثورات العربية وما إلى ذلك، لم يكن هناك الوعي القومي العربي، أيضا لم يكن هناك قيادة يلتف حول الشعوب العربية. نعرف نحن في اليمن على سبيل المثال الإنجليز كانوا يمدون الإمامة في حينها بالسلاح، لم يكن لدى الإمامة يعني كافي من العيش حتى يعني تعيش، وكان يمدونهم بالسلاح. وقامت هذه الإمامة بعد أن رحل العثمانيون
بتحويل المدارس التي أنشأت إلى استبلات للحمير وإلى يعني سجون وإلى ما إلى ذلك. يعني إيه بمعنى أننا كنا في اليمن قبل 100 عام في عهد العثمانيون كان هناك نهضة علمية أكثر من ما أكثر من الذي حدث بعد ذلك، لأن اليمنيون تخلفوا بسبب الإمامة لمدة 70 عام التي رجعتهم إلى الوراء، والإنجليز يعرفون ذلك وكانوا يركنون أنه عملية احتلال جنوب اليمن يلزم أن يكون هناك نظام متخلف في الشمال. وعلى هذا قس يعني كان هناك عملية أي ثورة يعني تنبع بشكل جاتي لمصلحة الشعوب كانت تقمع، يعني قمعة الناصرية، قمع عبد الناصر وحوصر، ويعني إيه تدخلت الدول الثلاث يعني في العدوان الثلاثي وبشكل واضح وصريح ولم يكن هناك من مبرر، وتم ضرب مصر في 55. الإنجليز عندما أو الغربيون عندما تتهدد مصالحهم يهدد مصالحهم شيئا ما فإنهم يتدخلون بشكل واضح وصريح. الآن يعني ما يتم للمنطقة هو ما تم قبل 100 عام، هناك تخطيط جديد لتقسيم المنطقة وإنشاء الشرق الأوسط الجديد التي نادت به بشكل واضح رئيس عندما كانت يعني وزيرة الخارجية في عهد بوش الابن، وعندما كانت يعني التشيف وستاف، وقالت يعني تشكيل الشرق الأوسط الجديد بمعنى فرض النظام الصهيوني كوصي على المنطقة. الآن نرى أن ذلك يتضبق، هناك بعض الدول الآن تحتمي بالكيان الصهيوني وأصبحت الفزاعة هي دول غير الكيان الصهيوني، مع أن العدو الأول في المنطقة والقضية الأساسية قضت فلسطين. الآن نصبح نجد أنها أصبحت من الهامشيات، نجد أن معظم الإعلام العربي أصبح يضبع بشكل مباشر أو غير مباشر بتسمية إسرائيل التي لم تكن موجودة على الخريطة، وهذا هو يعني إيه لب التطبيع في ذاته، بدل أن نقول من دولة الاحتلال أن يسمع على المواطن العربي ليل نهار إسرائيل. هناك الآن خريطة ترسم للشرق الأوسط، تم تفتيت هذه الدول عن طريق الميليشيات سواء يعني بالركون إلى إيران أو بالركون إلى المجاميع المسلحة في أنحاء الوطن العربي أو إلى غيرها. نحن أقول هنا أن العجلة لا زالت سائرة وأنه لا زال هناك استثمارات بمليارات الدولار في هذه المنطقة لصالح الغرب وليس لصالح أبناء المنطقة، بدليل أننا بعد 100 عام من الرحلة العثمانيون ماذا جنت المنطقة؟ المنطقة الآن لا زالت في نفس التخلف قبل 100 عام، لم يحدث شيئا يعني يذكر ما عدا الدول التي لم يكن لديها نفط يعني وكانت فيها نهضة علمية وأدبية زي مصر وسوريا والعراق، ولكن للأسف يعني ما نجده أن الدول الغنية بالنفط ليس لها يعني مشروع عملاق، ليس لها مشروع عربي تنموي اقتصادي، وإنما مجرد أموالها تستثمر في شراء الأسلحة بمليارات الدولارات ومحاربة الدول بعضها البعض والقضاء على يعني والركون إلى ترسيخ العروش وما إلى ذلك. وأصبح هناك نوعان من الأنظمة، النظام الأسري الجمهوري والنظام الملكي، وهؤلاء هم يعني يقارنوا بالشرق الأوسط بالنظام السودالي الحق الإلهي في إيران، هؤلاء يدعون بالحق الأسري والنظام في إيران يدعي بالحق الإلهي. وهذا هو ما يبتغيه الغرب، وأصبحنا الآن بين كماشتي أو بين مدرجتين أو كماشتي مدرجة بين الكيان الصهيوني وبين الاحتلال وبين النظام الإيراني الذي يعطي الفرصة لهذه الدول بالاحتفال بالكيان الصهيوني وتتفتت. طيب دكتور مختار على العربي. نعم دكتور حميد. نعم الأتراك أصبحوا ضحية بل الوطن العربي أصبح ضحية بكل ما تعني الكلمة. دكتور مختار، يعني هل نستطيع القول بأنه مع نهاية لوزان سيكون هناك تأسيس لدول جديدة في الشرق الأوسط؟ يعني خلينا أقول لك دول جديدة بمعنى دول جديدة في منطقة الشرق الأوسط أنا لا أتصور ده، وأتصور أن الأكراد تعرضوا لخدعة على مدار سنوات طويلة. بس يا وعد خلينا أخذك تلغرافيا في مسألة مهمة جدا، ونحن نتحدث عن معاهدة لوزان. معاهدة لوزان 143 بند، قسمت حوالي أربع أبواب أو أربع فصول، خاص بالمضايق التركية، باب خاص بتبادل وإلغاء التعهدات، باب خاص بتبادل السكان بين اليونان وتركيا، باب خاص بالاتفاقيات، باب خاص بالرسائل الملزمة. ولما نتكلم عن سيفر ونتكلم عن لوزان
ولازم نتحدث عن مؤتمر مونترو اللي حدد آليات عمل المضايق، لأن دي المسألة اللي بتبني عليها تركيا كثيرا. لأن هذه الاتفاقية كانت في عام 1936 دكتور مختار. نعم اللي هي مؤتمر مونترو اللي هو حدد بقى المضايق، التحكم في المضايق، البوسفور والترانزيت، صحيح، البحر الأسود، وبحر وبحر مرمرة وغيره، ودي مسألة طول شرحها. انا من وجهة نظري انه الان خلينا، انا هقفز بيك، بس انا حبيت اقول لك العناوين دي، لكن انا هقفز معاك للواقع الحالي. الواقع الحالي واقع، خلينا اقول لك انه يعني قمة التنافس ما بين الشرق والغرب هي المنطقة العربية، يعني هي هذه هي المنطقة، هذا هو رجل العالم المريض، لانه الى حد كبير جدا يفتقد جزء كبير جدا من هويته، عنصر مهم جدا من عناصر الدفاع عن امن القوم لا يمتلكه، ربط مصيره بيد قوى اقليمية وقوى دولية تتحكم في كل قضاياه. منظر زيارة بايدن الاخير ومؤتمر جدة، ثم من بعده مباشرة زيارة بوتين إلى إيران واجتماعه مع أردوغان والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ثم ما بعده زيارة لافاروف لمصر وثلاث دول أفريقية، يديك إيحاء قد إيه العالم العربي إلى حد كبير جدا لا يمتلك جزء كبير جدا من مصيره. وفي وقت من الأوقات أنا شخصيا تساءلت لماذا كل قضية عربية فيها مندوب أممي؟ يعني أين المندوب العربي بجانب المندوب الأممي؟ أو أين المندوب العربي بعيدا عن المندوب الأممي اللي يحدد مصير القضية، زي القضية السورية، زي القضية اليمنية، زي القضية الليبية، زي الوضع بالنسبة لفلسطين أو غيره؟ هتلاقي دايما اللي بيحدثك مندوب أممي، وهذا المندوب الأممي يأتي من قبل الأمم المتحدة اللي صنعها الكبار أو تتحكم فيها الكبار. فالوضع في العالم العربي بعيدا عن عمليات تقسيم جديدة أو بعيدا عن خروج دول وغير دول من مثل هذا الأمر، لكن إلى حد كبير جدا هو مختطف، تتحكم في مصيره كثير جدا من القوى الإقليمية والقوى الدولية رضاء أو كرها. والولايات المتحدة الأمريكية عندما تتنافس مع الروس، موطن التنافس هنا هذه المنطقة العربية، بعيدا عن أوكرانيا وبعيدا عن دول أوروبا الشرقية الـ14 اللي الروس طلبوا الولايات المتحدة الأمريكية في بداية الأزمة الأوكرانية بأن نرجع لحدود ما قبل 99، ولا حتى المسألة الكردية اللي أنا أفهم أن هي تعنيك يا وعد بدرجة كبيرة جدا، إلى حد كبير جدا تستخدم أحيانا من قبل أمريكا وأحيانا تستخدم من قبل الروس، والعالم العربي ما عندوش فكرة عن آليات التعامل مع هذه القضية، باعتبار أن هناك أغلبية كردية موجودة في العراق، حوالي 5-6 مليون كردي، وهناك جزء كردي موجود داخل الساحة السورية حوالي 5 مليون، بجانب الجزء الآخر اللي موجود في إيران، بجانب النصف الآخر اللي موجود داخل الساحة التركية. لكن آلية تعامل العالم العربي في هذه القضية مفتقدة، ما عندكش رؤية خاصة بها. وأنا هنا أتحدث، لا أتحدث مثلا عن إقليم شرق وشمال سوريا منفرد، ولا أتحدث عن إقليم كردستان اللي موجود في العراق منفرد، أنا أتحدث في هذا الملف كقضية تخص منظومة الأمن القومي العربي، ومن الأهمية أن يكون هناك رؤية في آليات التعامل معها، تتعامل معها بمنطق الحكم الذاتي، بمنطق الفيدرالية، بمنطق الكونفدرالية، بمنطق بأي منطق من هذه المناطق المعروفة نفتقدها. لكن اللي أنا أتصوره إنه إذ لم في هذا التوقيت بالذات، خصوصا أن العالم الغربي والعالم الشرقي الكل يرى بأنه ملاذه إلى حد كبير جدا في نفط وغاز ومال عربي، وأنا مش عايز أحدثك عن أرقام بايدن يطمع وآمل فيه، والروس لا يريد للعالم العربي أن يستخدموه في ظل الصراع ما بين الروس. يا دكتور مختار، المسألة معقدة، نعم، والشرح يطول، وهذا الموضوع على وجه الخصوص يراد له أكثر من حلقة. الآن ستنتهي لوزان، دعني أوجه دفة سؤال للأستاذ محمد، لا أريد أن أظلم أحد بمسألة تحقيق العدالة الزمنية على أقل تقدير. أستاذ محمد، بعد هذا الطرح، هل ترى بالفعل حضرتك وأنت رجل كردي يعني بأنه الحل
في إقامة دولة كردية في حال انتهاء اتفاقية لوزان؟ وكيف ترى أو تتوقع وفق المعطيات الموجودة في هذا التوقيت التصرف التركي عند انتهاء هذه المعاهدة في ظل وجود قواعد عسكرية في العراق وفي إقليم كردستان، وجود قوات تركية احتلالية في الداخل السوري، وجود قوات تركية في ليبيا، وجود قوات تركية في أكثر من مكان؟ يعني أولا أخي وعد، أريد أن أنطلق من هنا ومن العراق على سبيل المثال. المعضلة أو المصيبة التي أصابت الدولة العراقية من أين انطلقت؟ انطلقت من عدم احترامها لحقوق الشعب الكردي. الدولة العراقية في فترات مختلفة، هنا أعني الدولة العراقية لأنه أنا أتحدث عن 1963، 1974، 1975 وسنوات أخرى أيضا. الدولة العراقية ذهبت تتفاوض مع دول الجوار، بل تخلت عن أراضيها مقابل القضاء على الثورة الكردية المطالبين بحقوقهم، بمعنى بدلا من إيجاد حل مع القيادة الكردية ومع الثورة الكردية، ذهبوا إلى استخدام أوراق أخرى للضغط ولضرب الكرد. نتيجتها كانت حرب الخليج الأولى، بعد الحرب العراقية الإيرانية عفوا، ولتدخل دول الخليج لصالح النظام العراقي في وقته ضد إيران، حرب الخليج الأولى بين الكويت، ثم الثانية، وثم ما زال العراق يعاني من هذه المصيبة. يعني بالله، لو كانت الدولة العراقية ورجالات الدولة العراقية قد منحوا الشعب الكردي، وخاصة يعني بالنسبة إلى كردستان العراق، من البداية المطالبة كان بحكم ذاتي محلي، حكم ذاتي حقيقي، حقوق ثقافية، اقتصادية، اجتماعية، سياسية. لو أن هذه الدولة كانت قد منحت أو سمحت للشعب الكردي الذي ألحقت أراضيه بالدولة العراقية بدون رغبة منه وبدون مشوارة معه وبدون مراعاة مصالحه، لكن في كل الأحوال الإنجليز أرادوها هكذا، وأصبح ولاية موصل ألحقت بالدولة العراقية التي كان قد أقيمت سابقا بين ولايتي موصل وبغداد. يعني تشكيل الدولة العراقية شكلت أولا من غير ولاية الموصل، هنا طبيعي موصل المناطق الكردية أقصد بها. لو كانت هذه الدولة قد عملت على منح الحق حقوق الشعب الكردي وأن يعيش الكردي كإنسان، يا أخي كإنسان على هذه الأرض، لما كانت الحرب العراقية الإيرانية ولا الحرب مع الكويت ولا فيما بعد ذلك والآن. نفس الأمر بالنسبة إلى تركيا، ونفس الأمر حقيقة بالنسبة إلى سوريا وبالنسبة إلى إيران أيضا. هذه الدول أيضا، لا أريد أن أقول مصدر مشاكلها نابعة من المناطق الكردية، بل عدم إيجاد حل عادل للقضية الكردية داخلها تؤجج مشاكلها وصراعاتها الحزبية، الصراعات المختلفة الموجود فيها، إلى درجة أن يؤدي الأمر إلى زعزعة أمن هذه الدولة. ونحن في الشرق الأوسط، هذه المنطقة مشاكل العالم تنبعث من 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 الشرق الأوسط. بكلام آخر لأختصر، ما دامت هذه الدول تركيا، عراق، إيران، سوريا لا تعترف بحق المواطنة على أساس الشعب الكردي هو شعب مستقل بلغته، بخصوصيته القومية، لا يريد أن يعترف بهذه الحقوق للشعب الكردي، حقيقة لا تركيا ستنعم بالسلام، ولا سوريا، ولا عراق، ولا نحن نعرف، نحن الضحية الأولى، نحن من يؤنفل
نحن من يقدر في مقابر جماعية. نحن ومنذ هذا قانون إسكان أسلو أكلو كيف كان اسمه بالترك، قانون إعادة التسكين الأتاتوركي في 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 شمال كردستان، يعني بمعنى ترحيل المنطقة حقيقة. هذه السياسة التي بدأت من تركيا، والعقلية التركية أنا لا ألوم أردوغان قطعا، وليست عندي مشكلة مع أردوغان. أردوغان نتيجة لعقلية رسمية تركية، سواء أردوغان أو من يأتي من بعده، وهكذا بالنسبة إلى العراق وإلى سوريا وإلى إيران، سواء الحاكمون الحاليون أو من يأتون من بعدهم، ما داموا يفكرون بهذا المنطق وبهذه العقلية، النتيجة أردوغان جديد أو الأردوغانيون يكررون أنفسهم. يعني رجائي، وبحسب فهمي كإنسان أكاديمي يقرأ هذه المنطقة، يعني الحل لشعوب هذه المنطقة الأول هو الاعتراف بالأمة الكردية وبالشخصية الكردية والتفاهم مع الكرد. لكن ما دام هذه الدول لا تعترف بذلك وتضطهد حقوق الشعب الكردي، بالتأكيد الكرد سيجازفون إلى على سبيل المثال استفتاء حول تقرير مصير. استاذ محمد انا اسف، يعني الوقت مر بسرعه حقيقه، ظل معي 3 دقائق، اريد ان اخذ تعقيب من كل ضيف. دكتور حميد بدقيقه لو سمحت، تعقيب اخير. اولا يعني ما قاله الضيوف الاكارم يعني سط في مجمل واحد، وهو اننا سليب الاراده، ان المنطقه للاسف يتحكم بها الغير منذ ان سقطت الخلافه العثمانيه الى الان، ونحن نتخبط. يعني هناك تقسيم للعراق بمسميات جديده ومسميات عجيبه وغريبه. الان هناك يعني الجنوب الشيعه والوسط سنه والشمال يعني كردستان وما الى ذلك. وكنا نأمل أن العراق الجديد الذي كون يعني سيتعايش، وأن يكون هناك حكم يعني ذاتي أو تعايش أو حكم ديمقراطي، وهناك يعني ما يطمح إليه السكان يصلوا إليه. نجد أن الغرب لا زال يستخدم نفس الأساليب الآن في تفتيت المنطقة، ولن يقبل الغرب نفسه بإنشاء كردستان كما يطمح به السيد الفاضل زميلنا المتحدث، ولن يرضى بإنشاء كيان عربي مستقل. طيب ذات قرار. طيب دكتور حميد مستقل. نعم. والحقيقة أن ما يحدث هو عبارة عن تخبط أعمى لعدم وجود قيادة عربية ذات مصداقية وتنظر على المدى الطويل. ما نجده الآن في نعم. في تركيا يعني دكتور حميد، يعني أنا أعطيتك دقيقة ونص. نعم. يصب في صالح الشعب التركي، يعني طيب. شئنا ما بيننا. طيب. نود أن نرى ذلك. يا دكتور حميد صار دقيقتين، خليني تكون قيادة عربية للجميع. طيب فضل. دكتور مختار بدقيقة لو سمحت، تفضل تعقيب أخير منك. دكتور مختار، يبدو أني فقط الاتصال مع الدكتور مختار. طيب أستاذ محمد دقيقة، تفضل دكتور مختار. معنا الدكتور مختار، يلا دكتور مختار المباراة لك. نعم. إيه. نعم. وعد هاخدك تلغرافيا، يعني دعنا نفكر بعقلانية. سايكس بيكو انتهى ومر عليه عقد من الزماء. سيفر انتهى ومر عليه عقد من الزماء. لوزان انتهى ومر عليه وهي سوف يمر عليه 100 عام العام القادم. مونترو انتهى ايضا من وجهة نظري. دعنا نمتلك رؤية في آليات تعامل مشاكل العالم العربي مع العالم الخارجي. يعني خلونا، سمحت لي يا وعد، خلونا نبعد نظرية المؤامرة نركنها على جنب ونمتلك عقل ونمتلك قيادات عاقلة، ونطرح سؤالا: هل حال العالم العربي الآن يرضو عنه؟ وهل وضع العالم العربي في علاقته بالقوى الإقليمية والقوى الدولية مع مقدراته أو ضد مقدراته؟ وهل مقبول أن يكون المال العربي ونفطه وغازه جزء من غناء وثراء القوى العظمى والعالم العربي يفتقده؟
هل هناك رؤية في آليات التعامل الفخار؟ أسئلتك مهمة دكتور مختار. يا دكتور مختار أنا قرأت كتاب أنا قرأت كتاب وهختم بيه وعد بعشر ثواني كتابا أخشى أن موضوع الكردي عوقب بموضوع صلاح الدين. أها طيب. ده كتاب لمؤلف إنجليزي كبير. نعم. وعشان بس أنهي لك هذا الملف. شكرا لكن لك. الملف يطول شرحه. نعم. بده حلقات كثيرة يا دكتور مختار. أستاذ محمد بدقيقة لو سمحت، أنا تجاوزت الوقت المخصص للبرنامج حقيقة. تفضل أستاذ محمد. نعم. الخريطة الحالية في الشرق الأوسط في منطقتنا، سواء انتهت لوزان أم لم تنتهي، لكن هذه الخريطة لا تعبر عن مصالح شعوب المنطقة، بل تعبر عن مصالح الدول التي شكلت كيانات في هذه المنطقة. صحيح. وهذه الدول فيما يخص الشعب الكردي ما دامت تضطهد الشعب الكردي، لا تعترف بحقوقه، تنتهك حقوقه وحياته كإنسان وكمواطن، نتيجتها معضلات ومشاكل لهذه الدول أولا، ولنا نحن الحلقة الأضعف. نعم خليني أنهي يا أستاذ محمد. نعم ضيفي من دهوك أستاذ محمد عامر درشوي أكاديمي في الاستشراق والعلوم السياسية، شكرا جزيلا لك على كل هذا الكلام القيم، وشكر لك ضيفي من القاهرة دكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية على كل ما تفضلت به من كلام قيم أثريت به حلقة الليلة، وشكر لك ضيفي من لندن دكتور حميد يحيى الشجني أكاديمي وباحث في الشؤون العربية والدولية على كل الإضاءات التي نارت بها الطاولة المستديرة، وشكرا عظيم لكم مشاهدينا، دمتم بخير الله.